اهلا بحضراتكم مره ثانيه. فادي برحب بيك مره ثانيه معايا في المحترف. واحنا في الفاصل كده بقول لك لو انت كنت المسؤول عن جائزه البالون دور، ما فيش شك ان الاختيار صعب، لكن طبعا لو انت المسؤول هتحط لي اول 5 اسماء يعني القادرين او الحاصلين على البالون دور، بدايه من 1 ل 5 تحط مين؟ انا اقول جورجينيو، وبعدين ليفاندوفسكي، بعد كده بنزيما. انا هكتب وراك عشان انا كاتب ليست انا كمان. ماشي. جورجينيو بعد كده ليفاندوفسكي، اوكي، وبعد كده بنزيما، اوكي، بعد كده محمد صلاح. الخامس ممكن يكون ميسي عشان كوبا امريكا بصراحه يعني. انا لسه ايهاب جنيدي بيقول لي اهو طلع زي اهوت لانه بيرشح كمان جورجينيو. انا كان بالنسبه لي ليفاندوفسكي طبعا. يمكن الحاجه الوحيده اللي هو على مستوى المنتخبات او على مستوى منتخب بلاده ما حققش نتائج، لكن عمل مباريات رائعه في اليورو 2020. طبعا جورجينيو على مستوى المسابقات شامبيونز ليج، واخد بطوله اليورو مع منتخب ايطاليا، لكن ليفاندوفسكي ما يقدمه مع الارقام القياسيه اللي بيقدمها مع البايرن، وحتى على مستوى المنتخب دايما هداف المنتخب وافضل لاعب في المباريات الدوليه. اعتقادي انا كنت حاطط ليفا، بحط جورجينيو، وبحط بنزيما، وبحط محمد صلاح، ويمكن نمره 5 حطيت كانتي كمان، لعيب منتخب فرنسا يعني. وعايز اقول لك محمد صلاح لو السنه دي كاس امم افريقيه وصلنا لكاس العالم ان شاء الله، لو وصلنا حتى دور ثاني في قطر وهتبقى قبل الجائزه بمفيش بقى خلاص، لا اظن تختلف خصوصه تماما بقى عن السنه دي يعني. على فكره انت لو كنت متابعني في الانترو، في احد الصحفيين قال له فعلا كده، قال له لو استمريت على هذا النهج من خلال ادائك مع ليفربول في البريمير ليج والتشامبيونز ليج، انت هتكون صاحب هذه الجائزه. محمد صلاح رد بكل يعني خفه الدم المصريه، قال له يو نيفر نو. لا هو كمان انه ينزل امبارح بالفاير دي، بالرغبه دي انه نازل، صحيح انا افضل لاعب في العالم دلوقتي، وانا مقتنع بكده. هو دايما هو بيحفز نفسه ان هو افضل لاعب في العالم، واداؤه امبارح في مباراه صعبه ضد ايفرتون، مش مباراه سهله نهائي طبعا، في الضغوطات دي كلها، في ظل ارهاق، في ظل كل ده، انه ينزل يقدم الاداء ده. لا احنا بنتكلم على افضل لاعب في العالم دلوقتي بمنتهى الوضوح.